اهلا بحضراتكم النهارده في حلقه غير عاديه مع نجم ونجم كبير قوي 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 في عالم كره القدم. امتعنا وهو لاعب وامتعنا وهو مدرب وامتعنا في استوديوهات التحليل للمباريات كره القدم. بيبقى من القلائل قوي اللي بيجمع كل الكلام ده كله في شخص واحد. النهارده وانا بقدم نجمنا النهارده هو انا مش عارف اقول ايه، كابتن ولا دكتور ولا الشيخ، كابتن طه اخبارك ايه؟ انا كابتن مصطفى وحشنا. الله يخليك يا حبيبي. الله يكرمك. اخبار صحتك ايه واخبارك؟ انا الحمد لله بخير وسعيد جدا ان انا معاك والله. ده انا احنا سعداء ان انت، انا من زمان بصراحه كان نفسي نعمل حاجه بس كل حاجه بتيجي في وقتها وانا سعيد برضو ان في قناه النادي الاهلي اللي هي في بيتك. بيتنا وانا برضو ليا الشرف ان انا اشتغلت فيها في التحليل في فتره ما لما كان واخد مباريات الدوري وقضيت فيها فتره جميله جدا. وطبعا اما بتشتغل في بيتك بتبقى حاجه جميله. الحاجه الثانيه المهمه فيها ان انا اشتغلت فيها بحريه كامله لدرجه انا اذكر ان يعني انا كنت متردد ان انا انتقل. يعني ايه حريه كامله يا كابتن؟ ان انا كنت متردد ان انا انتقل لقناه الاهلي عشان مش عليا ضغوط في الكلام اقول اللي انا عايزه في التحليل. ما يقولكش تقول كذا وما تقولش كذا. وللعلم كابتن حسن حمدي ربنا يديه الصحه قال لي قول اللي انت عايزه. عايز تنتقدني تنتقد النادي كله تعمل دي سياسه النادي الاهلي. قلت له انا مش انا لا انتقد اشخاص. طبعا. انا لما بحلل اداء. نعم. ولو بنتقد اداء لاعب اداء مدرب الاداء فقط. لكن انا ما فيش بيني وبين اي مدرب او لاعب خصومه عشان انا انتقده. لكن مهم جدا الواحد يقول الحقيقه والكلمه اللي يراها مناسبه دون تزايد عشان ده النادي الاهلي ان انا اتكلم واديله اكثر مما يستحق. ولو ان النادي الاهلي ما بيدكش الفرصه لهذا لان هو اساسا يعني عنده شيء من الكمال في الانجاز. فانت لما بتشيد بالنادي الاهلي بتشيد بحقيقه واقعه موجوده ما بتجيبش حاجه من عندك. يعني النادي الاهلي كيان مش محتاج ان برنامج او شخص يدافع بحق على الكيان ده. بالزبط. هو من كلمه النادي الاهلي هي اللي بتدافع عن نفسها. بالظبط كده. وانا الحقيقه يعني مقدمه انا بعتبر نفسي سعيد جدا ان انا لعبت في اول لعبي وانا سني 18 سنه مع مجموعه من الافزاز في كره القدم. نعم.